إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محاضرة اليوم إن شاء الله في بداياتها أشكر متحف اللوفر وخاصة الأستاذ الشيخ الزعابي على دعوتي لهذا اللقاء، وأرجو أن يكون لقاء طيبا مثمرا ومفيدا. وموضوع الليلة يتعلق بالقرآن الكريم كتاب الله، وخصوصا ما يتعلق بفصاحة هذا الكتاب وبلاغته، فهذا هو الموضوع الرئيسي، فصاحة ذلك الكتاب ولماذا يعد ذلك الكتاب من عند الله. وفي البداية أقول إنه يوجد ترجمة فورية لمن شاء أن يستعمل الأجهزة في الخلف. If you need to use any of the devices for translation, it's just in the back there. You can make use of them. فأبدأ إن شاء الله في هذا الموضوع. وأقول إنه قد ثبت عند أهل اللغة أنه إذا أغفل الإنسان علم البلاغة وأقل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن. ومعنى ذلك أن الله عز وجل قد اختص هذا الكتاب بدرجة عالية من الفصاحة والبلاغة، تفوق بها على ما كان العرب يعرفونه قبل الإسلام وفي فترة الجاهلية. فمن ذلك مثلا أن الله عز وجل جعل معجزة هذا الدين الإسلام القرآن الكريم. وإذا نظرنا في تاريخ المعجزات وجدنا أن المعجزات على أصناف، منها معجزات باقية إلى يومنا هذا ومعجزات قد انتهى عصرها. فإذا نظرنا مثلا في المعجزات التي أيد الله عز وجل به رسله قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا في معجزة موسى عليه السلام، فإن موسى شق البحر بأن ضربه بعصا. فإذا سألت إنسانا في هذا اليوم أي دليل موجود قائم حقيقي على أن موسى عليه السلام قد ضرب البحر بعصا فانشق، لا تجد إنسانا حيا قد رأى هذه المعجزة، ولا إنسان قد رأى ذلك الإنسان قبل إلى موسى عليه السلام. إذن هذه المعجزة التي قام بها موسى إنما هي دليل على صدقه في زمانه، فمن شهدها ورآها هي معجزة له وليست معجزة لما بعده. لماذا؟ لأننا لم نرى ذلك، فلماذا يصدقها مثلا المسلمون في يومنا هذا؟ لماذا نصدق أن موسى شق البحر؟ نصدق هذه المعجزة من الخبر الصادق الذي وصلنا جيلا بعد جيل، صادقا عن صادق إلى يومنا هذا. أما من الناحية الفعلية فلا نعرف إنسانا في زمننا هذا أو فيما سبق من الأعوام الماضية قد رأى هذه المعجزة، فهذه معجزة لمن رأها فحسب. كذلك معجزة المسيح عليه السلام، منها إحياء الموتى، أو كان عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص، فهذه المعجزة كانت من جنس ما برع فيه الناس في زمانه، فقد كانوا علماء في الطب، فأتت معجزة المسيح عليه السلام لتبطل كل ما كانوا يفعلونه، وعلم الناس أنه لا يمكن أن يحيي الموتى إنسان إلا بقدرة من الله عز وجل. ولكن هذه المعجزة أيضا قاصرة على ذلك الزمان والمكان، فلا نعرف أحدا في عصرنا هذا قد رأى معجزة المسيح، ولكننا نصدق هذه المعجزة لأنها وردت لنا عن طريق الخبر الصادق كما جاء في القرآن الكريم. فخلاصة المعجزة أنها تكون من جنس ما برع فيه أهل العصر. لماذا؟ حتى يتأكدوا هل ما قام به موسى هذا سحر أو ما قام به المسيح هذا من باب السحر أيضا أم لا. كذلك القرآن لم يبرع العرب في تاريخهم قبل الإسلام في أي شيء، بل الحقيقة أن العرب لم يكن لهم إسهام ذا قيمة على الإطلاق على مدى تاريخهم في الجاهلية إلى أن وصل الإسلام. فبداية الإسلام كانت فتحا عظيما في التاريخ العربي، ولكنهم في تلك الأحقاب في تلك القرون المتعددة التي كانوا يجولون فيها في الصحراء كانوا قد برعوا إلى حد يتفوقون به على كل أمة في اللغة.
فجاء القرآن الكريم من جنس المعجزة التي برعوا فيها، فقد علموا الكلام في تصاريفه وتراكيبه وفي تقديمه وفي تأخيره وأوله وآخره وكيفية التعامل مع الألفاظ والأصوات وبناء العبارات والإعراب وغير ذلك مما برعوا فيه في لغتهم، فخرج لنا فحول عظام في اللغة وفي الشعر. ثم أتى القرآن من جنس ما برعوا فيه. ولذلك من العجيب أن يأتي جماعة مثلا فيقولون إن محمدا لم يكن فصيحا، أو إن محمدا ليس نبيا لأن ما جاء به ليس فصيحا. فنقول لهم يحق لك ألا تؤمن بنبوة محمد، لكن هل تشك في فصاحة محمد؟ فقد بلغ العرب في ذلك الزمان شأوا بعيدا في تمسكهم وتفوقهم في اللغة، ولو أن محمدا لم يكن على مثل هذه الدرجة مثل قومه لكان هذا أسوأ زمان يظهر فيه إنسان ليقول هذه المعجزة هي معجزة القرآن الكريم. طيب، فننظر في هذه المعجزة وننظر في الألفاظ التي أتى بها القرآن، ونقول إن أول ما ينظر فيه أي عالم باللغة أن ينظر في الفصاحة والبلاغة. فننظر أولا في معنى الفصاحة وفي معنى البلاغة حتى ندرك كيف تفوق هذا القرآن في فصاحته وبلاغته على ما كان العرب يعتبرونه فصيحا وبليغا. فنقول سريعا إن الفصاحة تتعلق بالألفاظ، الطريقة التي تنطق بها الكلام. إذا كان اللفظ ثقيلا على اللسان ثقيلا على الأذن خرج من الفصاحة. فنقول مثلا إذا سمعتم هذه الكلمات بغض النظر عن معانيها، نقاخ، خنشليل، بعاق، مسحنفرة، بغض النظر عن المعاني، هل هذه الكلمات سهلة اللفظ؟ هل هي سهلة على الأذن؟ لا، ليست كذلك. ولذلك استبعد العرب هذه الكلمات من الفصاحة، استعملوها نعم لكنهم لم يعتبروها ألفاظا فصيحة. ولذلك لما قال شاعر يسمى شمر: وأحمق ممن يلعق الماء قال لي دع الخمر واشرب من نقاخ مبرد. قلنا كل هذا الكلام كلام فصيح إلا كلمة إيش؟ نقاخ، لأنها ثقيلة على الأذن وثقيلة على اللسان. وكذلك ألفاظ كثيرة إيش في اللغة العربية بهذه الطريقة، فالعرب استفصحوا كلاما ولم يستفصحوا كلاما غيره. ثم قلنا إن البلاغة مسألة مهمة جدا. ما هي البلاغة؟ البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فتأتي بالألفاظ الفصيحة ولكن ينبغي أن تستخدم الكلام وفق مقتضى الحال. ما معنى ذلك؟ مثلا إذا كان هناك إنسان يحتفل بمناسبة سعيدة، عيد ميلاد مثلا، فتذهب لتهنئه بعيد ميلاده، أما إذا قلت له عظم الله أجرك كأنك كنت في مأتم، فإن الكلام لا يطابق الحال. فالبلاغة في العربية مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فهذا الكتاب القرآن الكريم ننظر فيه من هذين البابين، من باب الفصاحة، هل هو كتاب فصيح تغلب في فصاحته على غيره، وهل هو كتاب بليغ قد تغلب على غيره أم لا. فننظر إن شاء الله اليوم في استعمال كثير من الألفاظ في القرآن في هذا السياق. كذلك العلماء عندما درسوا فصاحة القرآن وبلاغته ودرسوا لغته، أتى جماعة منهم القرطبي، فقال القرطبي إن أوجه الإعجاز في القرآن عشرة. وكلمة الإعجاز هذه يقصد به عدم القدرة على أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن، مشتقة من اللفظ عاجزة أي عدم القدرة على بلوغ الشيء وإدراكه. فقال إن أوجه الإعجاز في القرآن عشرة، وذكر منها عدة أمور. كان من ضمن ما ذكر فيما يتعلق بموضوعنا اليوم هي طريقة استعمال الكلام ونظم القرآن وألفاظه إلى غير ذلك مما ذكره القرطبي، ولكن نقتصر على وجه مهم جدا وهو طريقة نظم القرآن. فالله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال تعالى: أم يقولون تقوله، أي يقولون إن محمدا قد افترى هذا القرآن وأتى به من عنده، بل لا يؤمنون،
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فأتى التحدي في هذه الآية أن الله يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والقرآن كما هو معلوم في صيغته الحالية لدينا 114 سورة، 6236 آية، أكثر من 77,000 كلمة. فأتى التحدي بقول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله. لم يستطع أحد أن يأتي مثل ما أتى به القرآن، فالله عز وجل تدرج في تخفيض التحدي فقال تعالى أم يقولون افتراه، يقولون أن محمد قد ألفه من عنده، أم يقولون افتراه فأتوا بعشر سور، عشر سور فقط مثله مفتريات، فألفوا عشر سور مثل هذا القرآن. ومن العجيب في هذه الآية أنها كذلك من دليل إعجاز ذلك الكتاب. لماذا؟ لأن القرآن كما قلنا 114 سورة، ووضعت سور القرآن واحدة بعد واحدة بذلك الترتيب عندما دون القرآن بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن يتنزل على النبي على مدة 23 سنة، ينزل على النبي خمس آيات خمس آيات أو سورة سورة على حسب الأحوال والأسئلة وكذا وكذا. فعلى مدى 23 سنة كان القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن القرآن قد جمع في كتاب. ثم الناظر في هذه الآية في يومنا هذا عندما يقرأ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، نقول هذه الآية في أي سورة؟ في سورة هود. هل تعلمون رقم سورة هود في المصحف؟ هل هي رقم 5، 6، 11، 18؟ أي رقم؟ سورة هود رقم 11. نعم، سورة هود رقم 11 في ترتيب سور المصحف. لم يكن ذلك الترتيب موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مصحف قد جمع في كتاب بحيث أن سورة هود هي رقم 11، مش كده؟ فكأن الذي ينظر في كتاب الله عز وجل في يومنا هذا ويقرأ في سورة رقم 11 فأتوا بعشر سور مثل تلك التي سبقت من أول الفاتحة والبقرة وآل عمران إلى تلك السورة، كأن القرآن يقول فأتوا بعشر سور كتلك التي فاتت. ولم يكن هذا معلوما في وقت النبي حيث لم يجمع القرآن بالجمع الذي نراه في يومنا هذا. ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور، فتنزل الله عز وجل في تحديه وقال وإن كنتم في ريب، إذا كان عندكم شك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فتحدى الله عز وجل الإنس والجن على أن يأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن. وإذا نظرنا في القرآن وجدنا أن أقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر مكونة من ثلاث آيات فقط، فكأن الله عز وجل يقول فأتوا بثلاث آيات مثل ما أتى به القرآن. العجيب أننا وجدنا بعض الناس في العصر الأول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد ادعوا النبوة، فأتى رجل مشهور اسمه مسيلمة الكذاب وادعى أنه نبي مرسل من الله عز وجل، بل إنه وصلت به الوقاحة في أحد المرات أنه أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إن الله ابتعثني فلك نصف الأرض ولي نصفها ولكن قريشا قوما يعتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء على ظهر الرسالة هذه من الجلد أو شيء، ثم أمر الكاتب أن يكتب، فكتب من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إيش الشاهد؟ أننا إذا سألنا أي إنسان في يومنا هذا هل تعرف اسم مسيلمة هذا؟ مسيلمة ابن من؟ من أبو مسيلمة؟ هل الإنسان يعرف؟ لا أحد يعرف، لكنه مشهور في مدى التاريخ إلى يومنا هذا بذلك اللقب الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيش؟ الكذاب. فأصبح مشهورا باسم إيش؟ مسيلمة الكذاب. فمسيلمة هذا ادعى النبوة، ثم ادعى أنه ينزل عليه الوحي من الله عز وجل، فأتى له جماعة من أصحابه يسألون، فقالوا يا مسيلمة ماذا أوحى الله لك؟ تذكروا قلنا من دقيقة واحدة إن أقصر سورة كانت سورة الكوثر، ماشي؟ فأتى مسيلمة
بكلام يشبه سورة الكوثر. سورة الكوثر تقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأتى مسيلمة فقال: إنا أعطيناك الرحراح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو الكبش النطاح. فمن يسمع هذا الكلام من العرب يسخر منه كثير. لماذا؟ لأنه كلام بلا معنى، كلام لا طائل من ورائه، كلام ليس فيه من الفصاحة والبلاغة شيء. قال في تأليف آخر له، قال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل وذيل قصير. قل طيب، ثم أنهى كلامه بقال: إن ذلك في خلق ربنا لجليل. فعندما تنظر في هذه الأشياء، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، تعلم أن الذي يقول هذا الكلام هو جاهل باللغة. لماذا؟ لأن الإدراك لا يكون فيما يراه الإنسان بعينه ويشهده ويحلله ويفهمه عيانا. فلو أن الله عز وجل كان قد قال لمحمد: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل وذيل قصير، فإن كل الناس يشهدون أن للفيل زلوما طويلا وذيلا قصيرا، ماشي؟ فأين الإعجاز في ذلك الكلام؟ هذا شيء تراه بعينك وتثبته، ليس فيه أي نوع من الإدراك الذي هو إدراك عقلي ومعنوي. إذن فاستعمال اللغة، حتى عندما سمع العرب هذا الكلام رأوا 100% أنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام من عند الله. ولذلك لما وقعت حرب اليمامة واشترك فيها بنو حنيفة قوم مسيلمة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل اسمه عيينة بن حصن، دخل على مسيلمة فقال: يا مسيلمة، هل أوحى الله إليك شيئا؟ قال: لا، لم يوحي إلي شيء. بعد قليل عاد فقال: هل أوحى الله لك شيئا؟ قال: لم يوحي لي شيء. ثم في المرة الثالثة قال: نعم، قد أوحى لي ربي الآن، إن لك رحا كرحاه. بمعنى الكلام أنك ستقتل هؤلاء الناس الذين يقاتلونك وتقتلون كما يقتلون منك، إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. فقال عيينة لمسيلمة: قد شهد الله أنه يكون حديثا لا تنساه، والله إنك لكاذب. وترك اتباع مسيلمة الكذاب وتبع إيش؟ وتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. هذه المقدمة الغرض منها أننا نريد أن ننظر في هذا الكلام، كلام الله عز وجل، الذي رأى فيه المسلمون إعجازا، وأن الله عز وجل قد تحدى به الإنس والجن. فنقول: أين هي النقاط، أو ما هي النقاط التي وجدت في القرآن الكريم من حيث اللغة، بحيث نرى أن هذا الكلام كلام عجيب لا يمكن أن يكون قد صدر من إنسان على الإطلاق؟ فأحد الأوجه التي نبحث فيها، أحد المباحث التي نتناول بها النظر في القرآن وإعجازه، هي مسألة الترادف. الترادف في اللغة أن تأتي الكلمات المتعددة بنفس المعنى، فأن نقول مثلا في العربية: فلان كريم وفلان جواد. فكلمة كريم وجواد تحمل معنى واحد، وهو إيش؟ وهو الكرم. فنقول: جواد كريم، نفس الشيء. نقول: رأيت الشيء وأبصرته وعاينته وشاهدته، كلمات متعددة لكن المعنى واحد. فالجماعة اللغويون اختلفوا، جماعة قالوا: إن الترادف يقع في اللغة، أي تأتي الكلمات بنفس المعنى. وجماعة آخرين قالوا: لا، لا يقع الترادف في اللغة. فالجماعة الذين قالوا بالترادف هؤلاء أراحونا. لماذا؟ لأن ساعتها لن نسألهم: ما الفرق بين رأى وشاهد وأبصر؟ ما الفرق بين الجود والكرم؟ هذو أراحون معهم. أما الجماعة الآخرين الذين قالوا: لا، لا يقع الترادف، ما فيش ترادف خالص، there is no absolute synonymy in the Quran، الذين قالوا ذلك نقول لهم: إذن وجب عليكم أن تفرقوا لنا بين الألفاظ التي وردت في القرآن. فنقول: إن القرآن استعمل ألفاظا كثيرة يظهر في ظاهرها عند النظرة الأولى غير المتفحصة أن هذه الكلمة بمعنى الكلمة الأخرى التي أتت، وما ذلك إلا من أحد أسباب الترادف، وهي التساهل في الاستعمال. فالتساهل الناس في استعمال الكلمات قد يؤدي بنا إلى الظن أن هذه الألفاظ تحمل نفس المعاني. مثلا قال الله عز وجل:
يتحدث عن المطر. المطر أتى في القرآن، وأتت كلمة أخرى في القرآن معنى المطر وهي الغيث. فالمطر هو الماء النازل من السماء، والغيث هو أيضا الماء النازل من السماء. فقال الله عز وجل: وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وذكر القرآن لفظة المطر في آيات كثيرة، آيات متعددة كثيرة جدا أتت فيها كلمة المطر، ماشي؟ ولكن الله عز وجل أتى في بعض المواضع واستخدم لفظة أخرى بمعنى المطر وهي الغيث. فقال الله عز وجل: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فرغم أن المطر والغيث في كلام الناس العادي تحملان نفس المعنى، إلا أن القرآن استعمل المطر في سياق الهلاك والنقمة والعذاب، ثم أتى بكلمة الغيث واستخدمها في سياق البركة والرحمة. تقول طيب في القرآن عندنا كلمة الغيث هذه أتت في سياق مختلف. قال الله عز وجل على أهل النار: هؤلاء الناس في النار يعذبون. فقال الله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فنسأل: إذا كانت كلمة الغيث لا تأتي إلا في سياق الرحمة والبركة وغير ذلك، لماذا أتت في هذا السياق في سياق يستغيث ويغاث؟ لأن أصل يستغيث ويغاث هو واحد، الغين والياء والثاء، أو الغين والواو والثاء، نفس المصدر الأصل. فنقول إن الله يتحدث عن أهل النار، هم في النار يصرخون ويستغيثون يطلبون الغوث. فيقول الله عز وجل لمن يستمع: وإن يستغيثوا ها يغاثوا. فعندما يسمع الإنسان الذي يظن أنه من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فقال الناس: آمنوا بي، إن لم تؤمنوا بي يكون عقابكم في الآخرة النار، فهو يحذرهم من ذلك. فهم يسمعون القرآن من محمد ويقول: وإن يستغيثوا، يسمعون كلمة يغاثوا تأتي بعدها: وإن يستغيثوا يغاثوا. فأنت كنت في مشكلة ثم أتى لك الغوث، ترتفع روحك المعنوي، مش كده؟ الغوث جاي. ثم قل الله عز وجل: يغاث بماء. إذا كنت في النار ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى ماء. في سورة الأعراف قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إذن أهل النار دون الماء. هذه الآية تقول يغاث بماء، فترتفع الروح المعنوية كمان درجة. ثم تأتي قول الله عز وجل: كالمهل. المهل الرصاص المذاب. فكأن هذا إمعان في تعذيب أهل النار، بأنك تنتظر الغوث، تنتظر الرحمة، ماشي، ثم يوصد أمامك الباب. إذن فأتت كلمة الغوث حتى في ذلك السياق بمعناها الذي استقر في القرآن، أنه سياق الرحمة، أنك تنتظر الرحمة أن تأتي، ولكن هذا إيش؟ من باب الإمعان في عذاب الكافرين. خلاصة المسألة: المطر والغيث بمعنى واحد، ولكن القرآن استعمل المطر في سياق العذاب والنقمة، واستعمل الغيث في سياق البركة والرحمة. لفظتان أخريان في كلام الناس يتساهل الناس فيهم كثيرا، وهي كلمة السنة والعام. وفي الترجمات السنة والعام واحدة، هي كلمة واحدة السنة والعام. حتى في استعمالنا العادي نقول سنة دراسية وعام دراسي أكاديميكير، فتأتي نفس الكلمة ديا سنة وعام بنفس اللفظ. ولكن القرآن لا يستعمل السنة والعام إلا كل واحدة منها في سياقها. فمثلا قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. بعث الله عز وجل موسى عليه السلام إلى أهل مصر، وكان يقودهم في ذلك الزمان فرعون من الفراعنة. فكان الله عز وجل يبعث ذلك النيل يفيض على كل الأرض، ثم عندما تغرق الأرض تماما لمدة 3 شهور ثم ينحسر الماء، يبقى على الأرض ما بقي فيها من الطمي وغير ذلك، فينبتون الزرع ويتقوتون يعيشون من ذلك، بركة في ذلك المكان، فيضان كل سنة. ولكن يأتي في بعض الأوقات تاريخيا ينقطع الفيضان، إذا انقطع الفيضان قامت المجاعات. فقال الله عز وجل يذكر فرعون وملأه بهذا، فقال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي كانت هناك سنين لا يأتي فيها الفيضان، فلا يفيض الماء في الأرض ولا ينبت الزرع.
أي أن الله يقول لهم لقد اختبرناكم في ذلك مرة بعد مرة بعد مرة بالمجاعات. إيش المقصود؟ أن الكلمة التي دلت على المجاعات بانقطاع المطر وعدم إنبات الأرض كانت كلمة إيش؟ السنين، هي جمع كلمة سنة. طيب، وقال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام، معلوم أن في يوسف عليه السلام في زمانه لما حبس في قصة امرأة العزيز، كان ملك مصر في ذلك الوقت رأى مناما، فقال الله عز وجل يحكي لنا ذلك المنام، فيقول في رؤيته أنه رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الملك يقول في هذه الآيات التي سمعناها أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، فاستعمل كلمة رؤيا. لما سمعه الملأ أصحاب نصحاؤه وزراؤه الذين معه قالوا له أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هو استعمل كلمة رؤيا ومستعمله كلمة حلم، والرؤيا والحلم ما يراه النائم في منامه، الاثنين بنفس المعنى، لكن القرآن استعمل الرؤيا لدلالة على شيء ما وكلمة الحلم للدلالة على شيء آخر. خلاصة المسألة فيها أن الملك لم يكن يشك على الإطلاق أن ما رآه حق وصدق وله تعبير وتأويل. أما أولئك الذين لا يعرفون تعبير الرؤيا قالوا لا لا، هذه أحلام، والأحلام عبارة عن هواجس، شواغل في النفس، أشياء تشغلك في عقلك تراها في منامك فلا تأويل لها، أما الرؤيا فغير ذلك. فقال الله عز وجل في هذه الآيات لما ذكر كلمة الرؤيا والحلم في وسط هذا السياق، ذهبوا ليوسف يسألونه عن تأويل ذلك الرؤيا، تلك الرؤيا، فقال يوسف تزرعون 7 سنين دأبا. فأتى يوسف بكلمة سنة عند التفريق بين السنة والعام، فقال تزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنوات من المجهود الشديد جدا، تزرعون كثيرا وتجتهدون وفيه مشقة كثيرة، تزرعون 7 سنين دأبا. فهذه 7 سنوات اللي هي فيها البقرات السمان، في شغل كثير وفي إنبات كثير وشجر كثير وطعام كثير وكذا وكذا. ثم قال بعد هذه 7 سنوات في 7 أخرى في المجاعة، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، 7 شداد أي 7 سنين شداد، فكلمة السنة أتت في سياق إيش؟ في سياق الشدة. ثم بعد ما انتهى من هذه القصة وقال 7 سنين طيبة ثم 7 سنين عجفاء شدة جدا 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 باستعمال كلمة سنة، أكمل يوسف ما يراه مكملا لهذه الرؤية ولم يكن في الرؤية التي رآها الملك، فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أي أنه في أول الأمر قال إيش؟ قال 7 سنين فيها تعب ومشقة وكذا وكذا، والسنة والعام واحد، لكن لما أتى في العام الذي بعد 7 سنوات قال ثم يأتي من بعد ذلك عام، فخالف في استعمال الكلمة. فنقول لماذا إذا كانت هذه سنة وهذه سنة، لماذا لم يستعمل يوسف كلمة أو القرآن لم يستعمل كلمة سنة في هذا السياق؟ فنقول يوسف قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يأتي الفيضان مرة ثانية وتنبت الأرض ويخرج الثمار وكذا وكذا وتنتهي المجاعة. فاستنتج يوسف من الرؤية التي رآها الملك لأن فيها 7 سنوات فقط من المجاعة أن العام الثامن لا تكون فيه مجاعة، ولذلك لم يقل بعد تزرعون 7 سنين دأبا ثم تأتي بعد ذلك سنة، لا، قال ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. فاستعمال القرآن لكلمة السنة في سياق التعب والمشقة والجدب والقحط وغير ذلك، واستعمال القرآن لكلمة عام إنما يكون فيما هو غير ذلك على الإطلاق، وإن كان المعنى اللغوي للكلمتين عند الناس في تساهلها في استعمالها واحد. قال الله عز وجل في سورة أخرى في القرآن يحكي لنا عن نوح عليه السلام، معلوم أن نوح بقي في قومه أكثر من 950 سنة، عمر دعوة نوح 950 سنة. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
فقال الجماعة الذين يثبتون الترادف، قالوا أهو هذا دليل من القرآن على أن السنة والعام معنى واحد، لأنه قال لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا يستثنى من الشيء إلا إذا كان من جنسه. يعني مثلا لو أنا عندي مجموعة من الناس فأقول حضر إبراهيم ومحمد وحسن وفاطمة وهبة إلا القطة، القطة ما هي من البشر، كيف تستثني قطة من البشر؟ فالاستثناء يكون من جنس ما يستثنى منه. فهذه الآية قالت فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فقالوا إذن العام هو السنة. نقول لا، ليست كذلك. طب إذن ما الفرق؟ نقول 950 سنة ظل نوح عليه السلام يدعو قومه ويحكي لنا القرآن عن مدى المشقة التي لاقاها نوح مع قومه. فالله عز وجل مثلا يخبرنا في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هل تركهم نوح؟ لا. ماذا فعل؟ استمر في دعوتهم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فدعاهم في السر والعلن. ثم قال إنه دعاهم جهارا ودعاهم مجموعات ودعاهم متفرقين، بذل كل جهد يمكن للإنسان أن يجتهده مع قومه في دعوتهم، ومع ذلك لم يؤمن بنوح. على أكثر رواية ذكرت عدد من المؤمنين إلا 70 شخصا. فجلس لبث نوح في قومه 950 سنة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله نوح رسول الله، لم يؤمن إلا 70 شخص، يعني أقل من 1 كل 10 سنوات. فلما اشتد الأمر على نوح دعا الله عز وجل على قومه فقال ربي لا تذر، لا تترك ذرة، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك واحدا منهم يدور على الأرض، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فنقول كيف عرفت يا نوح أن الأجل التي تأتي من بعد أجل في المستقبل لم ترها، كيف عرفت أن هؤلاء أولادهم سيكون كفارا أيضا؟ فنوح نفسه الذي ظل فيهم 950 سنة، كل جيل يوصي الجيل اللي بعديه، هذا نوح شخص مجنون، هذا نوح ليس نبي، هذا نوح كذا وكذا، فعلم أن الأجل التي تأتي من هؤلاء لا تكون إلا كافرة مثل السابقين، فدعا الله عز وجل إيش عليهم. إذن هذه الآية موضوعنا الآن، فلبث في قومي 1000 سنة إلا 50، هذه 950 سنة من التعب والمشقة في الدعوة إلى الله، 950 سنة لا يجد من قومي إلا الكفر والعناد والصد. ثم لما قام الطوفان وأنجى الله عز وجل نوح، وهذا برضو من العجيب، نجاة نوح من هذه من الطوفان نجاة عجيبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما أمر نوح أن يبني سفينة، ونوح يعيش في الصحراء، فمن أين يأتي الماء؟ من أين يأتي ماء لهذه السفينة؟ فأخذ نوح ابتعد عن قومه، خرج من قريته وفي مكان كده لحاله يعمل في صناعة هذه السفينة، ماشي؟ وكان الملأ من قومه يمرون عليه، أين نوح اليوم؟ في مكان كذا وكذا يبني السفينة، فيذهبون إلى نوح، يذهبون إليه خاصة، يقول ماذا تصنع يا نوح؟ أبني سفينة في الصحراء يا نوح تبني سفينة؟ طب قول لنا المرة الجاية نجيب معانا جردلين مية ولا حاجة نزحلق السفينة. يسخرون منه للنهار. فقال الله عز وجل إن نوح لما فاض به دعا الله، وقال في سورة القمر دعا الله فقال إني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله دعاء نوح، فقال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فتحنا في القرآن لما تجد الله عز وجل يشير لنفسه بصيغة الجمع تعرف أن الأمر عظيم، لأن صيغة الجمع هذه جمع العظمة. طيب ففتحنا، ثم قال أبواب، وكان يكفي أن يفتح الله بابا واحدا ليغرق كل هذه الأرض، لكن لا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا
فالتقى الماء على أمر قد قدر، فماء هابط من السماء أيام وليالي لا ينقطع، والأرض قد تفجرت بالماء. فالسؤال كيف يمكن أن ينجو شيء في هذا السيناريو؟ حتى هذه السفينة التي صنعها نوح لا يمكن أن تنجو من هذا الوضع، لأن الله وصف الأمواج في ذلك الوقت فقال وهي تجري، يعني السفينة تجري في موج كالجبال، الموجة مثل الجبل، فكيف تنجو هذه السفينة؟ ولذلك لما قال الله عز وجل معلقا على هذه قال وحملناه، الذي حمل نوح لم تكن الأمواج، لم يكن الماء والذي حمل نوح وأنجاه، بل الذي حمله والله عز وجل، قال وحملناه. طب والسفينة هذه ألم تكن سفينة عظيمة وفلك وكذا وكذا؟ لم تكن كذلك، قال الله عز وجل في هذه الآية خاصة قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني شيء عبارة مكون من مجموعة من الخشب، قطع من الخشب ومربوطة بعضها ببعض بالحبال أو بالمسامير. لم يكن فلكا عظيما هو الذي أنجى نوح، لماذا؟ لأنه حتى لو كان فلكا عظيما ما نجا من هذا الوضع، الماء الهابط من السماء والأرض والمطر والعيون تفجرت من الأرض، لا يمكن أبدا أن تنجو السفينة. فقال الله وحملناه بمنتهى الدقة، وحملناه على ذات ألواح ودسر، لا تنجو السفينة بنفسها في هذا السيناريو. المهم المشقة العظيمة أتت باستعمال كلمة سنة، ثم بعد الطوفان خرج نوح من هذه السفينة مع جماعة ممن اتبعوه، وهي فترة الإيمان بعد ذلك. فقابل الله عز وجل في لفظ القرآن بين 950 سنة من التعب والمشقة والكفر وإنكار نوح عليه السلام، وبالمدة التي كانت بعد ذلك ما عاشها نوح مع قومه من المؤمنين، فعارض أو قابل بين الكفر والإيمان باستعمال كلمة سنة في الكفر وباستعمال كلمة عام في الإيمان، ففرق القرآن بينهما في استعمال دقيق. نأتي للفظتين أخريين يظن فيهما الترادف في القرآن، وهو من باب التساهل في الاستعمال عند كثير من الناس، وهما أتى وجاء. في الاستعمال العادي نقول أتى فلان وجاء فلان، تقول أتى فلان جاء فلان، نفس المعنى، هي هي، لكن القرآن لا يقول لنا ذلك. القرآن يقول مثلا عن موسى عليه السلام، معلوم أن موسى لما ترك مصر وذهب إلى مدين وتزوج هناك، ثم أراد العودة إلى مصر، ففي طريقه مر في الليل في منطقة ما، ورأى على أعلى الجبل رأى نارا، فتحدث مع أهله وقال، قال الله عز وجل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فأتت هنا كلمة سآتيكم أتى، ثم أتى كلمة إيش؟ جاء. فعندنا أتى وجاء، والاثنين في العربية المعنى واحد، فنقول لماذا قال القرآن في هذه أتى ولماذا قال جاء في الأخرى؟ فنقول إن استقراء القرآن يبين لنا أن كلمة أتى في العربية تأتي في سياق الشك وعدم القصد، عدم تعمد فعل الشيء، وتأتي في سياق عدم اليقين. فلما قال موسى في هذه الآية سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، أي موسى ينظر إلى الجبل ويرى من بعيد أن هناك نار، إذن هو يظن ربما يكون هناك بعض أشخاص على هذا الجبل وقد أشعلوا النار إما للطهي أو للجلوس للتدفئة قبل النوم، فيذهب إليهم يسألهم عن الطريق أو يأخذ منهم قطعة من النار ينزل بها إلى قومه، كذلك يتدفؤون ويطبخون طعامهم في هذا الليل، ماشي. لكن هل هو متأكد إذا ذهب إلى ذلك المكان أن يأتي بالخبر الذي يريد أو يأتي بقطعة جدوة من النار؟ لا يعلم، عنده شك في المسألة، ما فيش يقين، ليس هناك يقين. فقال سآتيكم. أما عندما وصل إلى الشجرة، وصل ذلك المكان الذي فيه النار، قال الله عز وجل فلما جاءها، لم يقل فلما أتاها، قال فلما جاءها، لماذا؟ لأن هذا على وجه اليقين، فأتت أتى في سبيل الشك وعدم القصد، الآن هو يراها عيانا، إذن هو شاهد لها ليست غيبا،
إذن الشك وعدم القصد وعدم اليقين كل هذه تأتي فيها كلمة أتى. أما القصد والتيقن وغير ذلك تأتي في كلمة إيش؟ جاء. تقول لي طب الله عز وجل يخبرنا عن موسى عليه السلام وأن موسى لما قابل فرعون قال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها، فأتى بالاثنين في آية واحدة، إن كنت جئت بآية فأتي بها. لماذا لم يقل به إن كنت قد أتيت بآية فجئ بها؟ مثلا نقول إن كنت جئت بآية معناه يا موسى أنت متيقن من كلامك أن لديك آية عظيمة من الله عز وجل تثبت أنك نبي مرسل منه، فإني ألزمك بذلك، لا أفلتك من ذلك الادعاء. إن كنت جئت على وجه اليقين والقصد والعلم بأن لديك آية، إن كنت جئت بها ها فأتي بها إن كنت من الصادقين، لكني بما إني فرعون لكني أشك في صدق كلامك، لذلك قال إن كنت جئت على وجه اليقين فأتي بها على إيش؟ على وجه الشك. فأتت اللفظتين كل واحدة إيش؟ مناسبة لسياقها. كذلك قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فأتت كلمة أتى وكلمة جاء أيضا في هذه الآية، فهل ينظرون ينتظرون، فهل ينظرون إلا الساعة يوم القيامة أن تأتيهم بغتة، فأتت كلمة إيش؟ تأتيهم. ثم قال بعدها فقد جاء أشراطها. إيش المقصود بهذا الكلام؟ المقصود هذا ما كان هو الفرق بين الغيب والشهادة. الغيب تأتي في كلمة أتى، والشهادة تأتي في كلمة إيش؟ كلمة جاء. أي أنت لا تعلم متى تكون الساعة، وفي بعض الناس يشكون أصلا إن يوم القيامة هذا يكون يوما قائما، ماشي، فتأتي كلمة إيش؟ أتى. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم. فقال الله رغم أنكم تشكون في أن الساعة هذه آتية، فعلى وجه اليقين قد ظهرت علامات الساعة، فقال فقد جاء أشراطها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما هي أشراط الساعة، إيش علامات الساعة، فكان مما قال مثلا كثرة الكتابة وكثرة الكلام وكثرة الهرج أي القتل، وتطاور الناس في البنيان يعلون بعضهم على بعض، وكثرة المال، وذكر أشياء ونطق الحديد مثل هذا الموبايل والكمبيوتر والتليفون وغيره، وذكر علامات كثيرة رآها الناس في زمانهم، ماشي، فقالت الأيش فقد جاء أشراطها، فإن هذه العلامات قد رأيتم منها على وجه اليقين والشهادة أنها إيش؟ أنها تقع. لذلك قابل الله عز وجل في هذه الآية بين أتى وجاء، فأتى تأتي للغيب وجاء تأتي إيش؟ تأتي للشهادة. طيب إيه تاني؟ قال الله عز وجل يخبرنا عن قصة يوسف عليه السلام. جماعة ماشيين في الصحراء يبحثون عن الماء، وإخوة يوسف أخذ يوسف فألقوه في الجب، فالجماعة دول يبحثوا عن الماء، أتوا بدلو فوضعوه في الجب فأمسك به يوسف، فقال الله عز وجل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. جاءت سيارة أي جاءوا على سبيل القصد، واحد ماشي على سبيل القصد إلى هذا البئر قاصدا متعمدا أن يأخذ منه الماء، ماشي، فأتت كلمة جاء للدلالة على القصد والتعمد. طيب لما في المقابل بقى لما خرج سليمان عليه السلام ومعه جنوده قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل، حتى إذا أتوا لم يقل حتى إذا جاءوا، قال حتى إذا إيش؟ إذا أتوا. سليمان خارج ومعه الجنود، هل هم خارجين من هذا المكان اللي هم فيه علشان يعدوا على وادي النمل بالقصد؟ أبدا، ده بس مروا به مرورا، لم يكن قاصدين لهذا الموضوع. ففي الآية لما قال جاءت سيارة أي ذهبوا قاصدين لهذا البئر، أما في الآية التي أتت على سبيل غير القصد وعدم التعمد فقد أتى بكلمة أخرى، وكلمة إيش؟ كلمة أتى، فقال حتى إذا أتوا على وادي النمل. طيب إيه تاني؟ العمل والفعل، كلمتان أخريان في العربية نستعملها كثيرا بنفس المعنى، إذا عملت شيئا فقد فعلته، والحقيقة غير ذلك.
العمل ما يستغرق أو يحتاج إلى امتداد زمني. لذلك لما الله عز وجل دعاه نبيه سليمان أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله عز وجل له الريح والجن وكذا وكذا، قال الله عز وجل يخبرنا عن ذلك، فقال عن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فأتت كلمة إيش؟ يعمل، العمل. لماذا؟ لأنهم إذ يعملون ذلك يحتاجون لفترة زمنية حتى يتموا فيها العمل. ماشي. ثم قال الله محدثا عن نفسه فقال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ثم أخبرنا الله عز وجل عن ملائكته فقال عن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، لم يقل يعملون ما يؤمرون، لم يقل ألم ترى كيف عمل ربك بعاد، بل أتت هنا كلمة الفعل. لماذا؟ لأن الفعل لا يتكرر وقد يكون مرة واحدة وينتهي الموضوع، أو إن الفعل لا يحتاج لمساحة زمنية مثلما يحتاج العمل. ففرق القرآن بين كلمة عمل التي تحتاج استغراق زمني وكلمة فعل التي لا تحتاج إلى ذلك، فأتى القرآن كل كلمة مناسبة لسياقها. كلمتان أخريان، النصيب والكفل. قال الله عز وجل ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لو فتحنا المعجم نظرنا في كلمة كفل وجدنا أن كلمة الكفل في المعجم هي النصيب، فالكفل النصيب. أوكي ماشي. طيب لماذا قالت الآية من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها؟ لماذا الكفل هنا والنصيب هنا؟ هل لأن الكفل مع السيئة والنصيب مع الحسنة؟ نقول لا، ليست كذلك. طب لماذا؟ يقول لك احنا عندنا آية أخرى تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فأتت كلمة الكفل مع الرحمة. إذن الكفل مش متعلق بالسيئة فقط، أو النصيب متعلق بالحسنة فقط. فما معناه؟ الكفل هو النصيب المساوي. فإن الله عز وجل من رحمته إذا وقع الإنسان في معصية فإنه إذا أراد أن يعاقبه عاقبه بقدر معصيته لا يزيد على ذلك. أما الحسنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة كما يشاء الله عز وجل. فتأتي كلمة النصيب لأن هذه مفتوحة، قد يأجر الله الإنسان بقدر هذا العمل 10 مرات، 20، 30، 100 كما يشاء الله عز وجل. أما كلمة الكفل التي أتت مع السيئة معنى النصيب المساوي، أي لا يزيد الله عز وجل في عقابه لمن شاء أن يعاقبه على قدر السيئة. ولذلك صح أن يقول إيش كفل في الثانية مع السيئة، وأن يقول نصيب مع إيش مع كلمة الحسنة. أما في الآية اللي أنا ذكرتها اللي بتاعت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، معنى الآية أن الأجر الذي تحصل عليه لإيمانك بالرسول الله هو نفس الأجر مقابل لإيش لما تحصل عليه من تقوى الله عز وجل. فهذا هو النصيب إيش والكفل. كلمتان أخريان نسمعهم كثيرا في كلامنا، تقول الإنسان استمع أو تقول له أنصت. فإيش الفرق؟ إيش الفرق بين استمع وأنصت؟ هل هناك فرق؟ استمع أنصت في فرق ولا ما في فرق؟ زي بعض مش كده؟ من غير فهم. طيب جميل. طيب الاستماع، الاستماع هذا إيش الفرق بين الاستماع والسماع؟ ها؟ نعم. طب والإنصات؟ طيب ليس كذلك. نعم، هذا يثبت أن احنا في استعمالنا العادي لكلمة سمع استمع وانصت غير دقيق. الاستماع هو السماع المقصود، يعني احنا مثلا جالسين في هذا المكان وفي سيارة ماشية في الطريق فاحنا مجرد سمع وخلاص. أما الاستماع أن تقصد أن تسمع. ليه؟ عشان تفهم حتى تعي ما يقال. والإنصات هو السكوت وعدم الكلام. تقول إيه ده؟
الإنصات مرجع بالاستماع أبدا خالص والله. أنصت أي سكت، فالإنصات هو السكوت وعدم الكلام. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. مش استمع بس، يعني اسكت علشان تفهم ما يقال، ماشي؟ إذن هاتين اللفظتان في الاستعمال العادي لنا بنفس المعنى، لكنهما في الحقيقة ليست كذلك. الاستماع سماع مقصود، والإنصات السكوت وعدم الكلام. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم ميز عن غيره من الأنبياء أن الله قد بعثه للإنس والجن، بعثه للثقلين. وعلى ذكر الثقلين الإنس والجن، ذكر الله عز وجل في سورة الرحمن قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. والله آية عجيبة. لماذا؟ لأنه لو أن بينك وبين إنسان مشكلة، وهذا الإنسان قوي متجبر وكذا وكذا ولديه قدرة وبطش، بيقول لك إيش؟ طب أصبر علي لما أفضلك. تخيل أن رب العالمين يقول للإنس والجن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. والله الذي لا يشغله شيء عن شيء يقول للبشر والجن: سأفرغ لكم، لن يشغلني عنكم شيء. وهو الذي لا يشغله شيء عن شيء يقول لهم: سنفرغ لكم أيها الثقلان. المهم، بعث الله عز وجل النبي الإنس والجن، فذكر لنا أحد المشاهد التي تحدث فيها النبي مع الجن. فقال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. يستمعون، فلما حضروه قالوا أنصتوا، أي اجتمعوا لسماع القرآن. فبيقولوا البعض إيش؟ أسكت 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 حتى نفهم إيش ما يقال. إذن فالاستماع سماع مقصود، أما الإنصات هو السكوت وعدم الكلام. لفظتان أخريان: اللعب واللهو. وصف الله عز وجل هذه الدنيا بأنها لعب ولهو، فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. وقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فما اللعب واللهو؟ في كلامنا العادي اللعب هو شيء يلهي الإنسان، إذا أردت أن تلهو فإنك تلعب. طيب، فلماذا جمع الله هاتين اللفظتين في هذه الآية لعب ولهو؟ فنقول: اللعب بوجه عام هذا ليس فيه مصلحة في الحال، ليس له ضرورة في الحال ولا منفعة في المآل، أي ليس اللعب مهم الآن في وقته ولا في مصلحة تأتي منه فيما بعد، هذا هو اللعب. أما إذا خرجت تلعب فألهاك ذلك اللعب عن مسألة مهمة، عن عمل ينبغي عليك، سمي لهوا. إذن اللعب واللهو متفقان في إيش؟ ما فيش منهم مصلحة خالص. لكن إذا ألهاك عن عمل خير مثلا، أو عمل كان ينبغي عليك أن تصنعه، لم يسمى لعبا سمي لهو. تقول لي: طب لماذا قدم اللعب على اللهو؟ لما يكون عندك ابن صغير مثلا تريد أن تتخلص منه، تقول إيش؟ أخرج العب برا. هل ينبغي عليه أن، هل هناك مصلحة متحققة من لعبية؟ تقول: روح العب، اذهب فالعب. هل لازم يلعب في هذه الثانية؟ مش لازم. تقول: طب ربما هو إذا لعب قد يكون فيها فائدة في جسده مثلا، لو بيلعب رياضة ولا شيء. نعم، لكن هو إذا لعب الآن لن تظهر عضلاته في نفس اللحظة، ويأخذ فترة زمنية طويلة حتى تظهر المنفعة. معنى الكلام أن اللعب في الأغلب يكون للصبيان، للأطفال، واللهو يكون عن شهوة النفس، وشهوة النفس لا تكون مع الأطفال، تكون مع مين؟ مع الكبار. فلذلك قدم الله عز وجل اللعب على اللهو، فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فقدم هذه على هذه للمناسبة العمرية. لفظتان أخريان: نزل وأنزل. نقول إن الله عز وجل أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة، ونزل مفرقا. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخمس آيات خمس آيات خمس آيات، ثم إذا استمع النبي للقرآن يدعو النبي الكتبة، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم 42 كاتب، فينزل على النبي قرآن في أي وقت، فيدعو النبي الكاتب يقول: اكتب هذه الآية في مكان كذا، بعد آية كذا، وقبل آية كذا، وفي سورة كذا.
فيدل النبي صلى الله عليه وسلم كتب على أين توضع هذه الآية في مكانها الصحيح. فعلى مدى 23 سنة، 13 في مكة وعشر سنوات في المدينة، يتنزل القرآن على النبي في أي وقت من ليل أو نهار. فقال الله عز وجل نزل، فنزل حرف الزاي اللي في الوسط هذا مشدد فيفيد التكرار والكثرة، فقال نزل. فيناسب أن يقول نزل، لماذا؟ نزل كثيرا ومفرقا وعلى مدة طويلة، نزل عليك الكتاب. طيب، لما ذكر في الآية التوراة والإنجيل، كتاب موسى وكتاب عيسى عليهما السلام، قال وأنزل التوراة والإنجيل. وإحنا عارفين أنزل في اللغة يعني نزل مرة واحدة، دفعة واحدة. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا لا يعرف القراءة والكتابة، فلذلك ناسب أن ينزل عليه القرآن على مدة طويلة وليس دفعة واحدة. لو أن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب ثم أنزل الله عز وجل القرآن دفعة واحدة مكتوبا، ثم أتى له سأل قال يا محمد، مثل الأسئلة التي أتت في القرآن، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا، أسئلة كثير جدا. فأتى له سأل فقال يا محمد عندي سؤال كذا، كيف يجيب محمد؟ هل يفتح المصحف ثم يبحث في الصفحات ولا يقرأ ولا يكتب؟ لا يمكن أبدا. أما موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فكان نبيين قارئين، كان موسى قارئا كاتبا وكان عيسى عليه السلام قارئا كاتبا، وبنو إسرائيل أمة تكتب وتقرأ، ماشي؟ فناسب أن يكون كتابهم ماله، أن يكون كتابهم مكتوبا مقروءا. فقال الله أنزل التوراة والإنجيل، لما جه في محمد قال نزل الكتاب، أي نزل كثير على مدة طويلة. تقول لا 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 لا، إحنا عندنا في المصحف بقى في سورة بتقول إنا أنزلناه في ليلة القدر على القرآن، أتت كلمة أنزل يعني النزول دفعة واحدة مرة واحدة في ليلة القدر. لماذا قال أنزل؟ فنقول إن نزول القرآن كما يعرف البعض ويجهل البعض، القرآن من عند الله، وضعه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. إيش اللوح المحفوظ هذا؟ The preserved tablet. إيش هذا اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ هو السجل الذي وضع الله عز وجل فيه أعمال الخلق جميعا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله القلم وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وكان مما كتب في اللوح القرآن، فهذا النزول الأول من الله اللوح المحفوظ. ثم نزول ثاني، نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا هو المقصود في الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ، ذلك السجل الأزلي الذي حفظ الله عز وجل في كل أعمال الخلق جميعا، نزل من هذا المكان إلى بيت العزة، The House of Honor في السماء الدنيا، ماشي؟ وبعدين من هذا المكان نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة. فأتت كلمة نزل في سياقها، وأتت كلمة أنزل إيش في سياقها الآخر. لفظتان أخريان، الحلف والقسم. فنقول فلان إذا ذهب إلى المحكمة نقول له احلف بالله، ونقول له عليك أن تقسم بالله، فيقسم أو يحلف نفس المعنى، هي هي، لكن استعمال القرآن لهاتين اللفظتين ليست كذلك على الإطلاق. ما ورد الحلف في القرآن إلا مقرونا بالكذب، وما ورد القسم في القرآن إلا مقرونا بالصدق، حتى أن الله عز وجل يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا، فقال الله ولقد قالوا، إذن هم كذابون. قال عز وجل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن الحلف أتى في القرآن مقرونا بالكذب. تقول لي طيب القرآن بيقول في آية ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني كل مرة أحلف يقول والله أدفع كفارة، كل مرة والله أدفع كفارة، كيف يعني؟ قال لك لا، إذا علمت أن الحلف ما ذكر في القرآن إلا مقرونا بالكذب يصبح معنى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم إيش؟
إذا حلفتم كذبا، إذا حلفت كذبا بالله فعليك إيش؟ عليك الكفارة. وهذا استعمال دقيق في القرآن، قال الله عز وجل في القسم: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فيأتي القسم في سياق إيش؟ في سياق الصدق. طيب، كلمتان أخريان: الذنوب والسيئات. تقول فلان ارتكب ذنبا وارتكب سيئة، الاثنين زي بعض، ليست كذلك. الذنوب، قال الله عز وجل في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فأتت كفر عنا سيئاتنا، دل ذلك على أن هناك من الذنوب، من السيئات، يمكن أن تكفر عنها فيسقط العقاب على هذا الذنب. لكن الله لم يستعمل كلمة ذنب، استعمل كلمة سيئة مع التكفير، فدل ذلك على أن السيئات هي صغائر الذنوب. وقال فاغفر لنا ذنوبنا، وأن الذنوب هي الكبائر، فالذنوب الكبائر والسيئات الصغائر. وفي الصغائر إيش؟ تكفير للذنب. أما في الذنوب لأنها عظيمة جدا جدا جدا، فقد تقضي عمرك كله تريد أن يغفر الله عز وجل لك ذنبا، فلا يغفر هذا الذنب. ليه؟ مهما تبذل من صدقات، من عمل خير، من كذا من كذا من كذا، لا يمكن أبدا أن يمحى الذنب. لماذا؟ لأنه عظيم جدا. طب أعمل إيش؟ وأنت تعلم أن رحمة الله واسعة، وسعت رحمته كل شيء، فربنا قال لك هذه الذنوب العظيمة التي لا يمكن لك أن تعمل من الأعمال ما يمحوها، إذا تبت إلى الله غفرها الله لك. بمعنى أن هناك ذنوب كل أعمالك لا يمكن أن تكفرها خالص. طب يا رب ماذا أصنع ساعتها؟ فقال الله عز وجل: ليس لها محو إلا إيش؟ إلا بالتوبة والعودة إلى الله، لأنك مهما صنعت فلم يمحى ذلك الذنب. فجعل الله عز وجل المغفرة من عنده على الذنوب، أي عظائم الذنوب، وجعل التكفير إيش؟ على السيئات التي ليست كذلك. طيب، لدينا أشياء في الحقيقة كثيرة جدا نتحدث عنها، لكن أرى الوقت قد أزف، فسأنهي بهذه الآية. هي سورة، من سورة البقرة، آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله. وهذه الآية عجيبة في أشياء كثيرة جدا جدا، لكن ما يهمنا في هذا السياق هو سياق إيش؟ البلاغة والإعجاز اللغوي. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فنقول هذه الآية فيها إعجاز يسمى إعجاز التوازي، لا يلحظه المستمع عندما يستمع، ولا القارئ عندما يقرأ، بل يجب أن يتدبر هذه الآية. فنرى على سبيل المثال، إذا نظرت لهذه الآية هنا، قال الله، أرجو أن كنت يعني شايفين هذا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر الله اسمين من أسمائه، الحي القيوم، مش كده؟ ثم فين التكبير هنا؟ أنا نظري ضعيف أصلاً. هذا أفضل. طيب، فذكر الله عز وجل اسمين من أسمائه الحي القيوم. لما تنظر في آخر الآية خالص، أنهى الله عز وجل باسمين من أسمائه أيضاً العلي العظيم، فقابل الحي القيوم بالعلي العظيم. نأتي بعد العبارة الأولى، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. متى تأتي الإنسان السنة أو النوم؟ متى يأتي النوم؟ هل لو أنا أغمضت عيني كده أنام؟ متى يأتي النوم في الأغلب؟ عند التعب، مش كده؟ تتعب تنام. قال مثلا في أتى في الأثر أن موسى عليه السلام سأل الله، قال: يا رب أتنام؟ فقال الله لموسى: خذ وعاءين من الماء واللبن واذهب إلى مكان كذا وانتظر. فذهب موسى مع الوعاءين اللبن والماء، وصل هذا المكان وانتظر. لما انتظر
تعب فجلس، فلما جلس غفلت عيناه فانسكب الماء على اللبن فانتبه، فقال الله لموسى عليه السلام: لو أخذتني سنة نوم قصير ماشي لانطبقت السماء على الأرض مثلما انسكب الماء على اللبن ماشي. إذن فالنوم يكون مع التعب ماشي. فقال الله: لا تأخذه سنة ولا نوم. نيجي في آخر الآية قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه، لا يتعب الله حفظ السماء والأرض، حفظ السماء عليها والأرض كما هي. فأتى مع كلمة السنة والنوم اللي سببهم التعب وقابلها قبل إيش الآخر بقوله: ولا يؤوده حفظهما. فالمقابلة من فوق لتحت ماشي. إذن حي قيوم علي عظيم، سنة ولا نوم، ولا يؤوده حفظهما. ثم قال بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض. فقال مقابلها: وسع كرسيه السماوات والأرض، في الجملة الثالثة مع الجملة الثالثة من الآخر. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فذكر الإذن. فقابلها من تحت الفوق أيضا فقال: ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فأتى بالمشيئة مع الإذن، شاء وأذنا. ثم يبقى الوسط، فقال الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، المستقبل والماضي. فقابل خمس أشياء من أول الآية بخمس أشياء من آخر الآية، وهذا التوازي موجود في آيات كثيرة في القرآن بطرق أكثر من ذلك. أنهي بكلمة قصيرة، أن هذا القرآن، هذا الكتاب، بعث الله عز وجل نبيه به إلى الإنس والجن، فقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين في أول الفاتحة. وقال أهل العلم: العالمون الإنس والجن. إيش آخر آية في المصحف؟ آخر آية في المصحف كله، ها؟ آخر آية من الجنة والناس. فبدأ المصحف بالعالمين الإنس والجن وانتهى بالجنة والناس، أي كأن هذا الكتاب من أول إلى آخره في وحدة عضوية متعلق بكل شيء يتعلق بالإنس والجن. فاختتم الكتاب بما بدأ به. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وشكر الله استماعكم. إن كان لديكم أسئلة فتفضلوا. يعطيك العافية دكتور، عن جد شكرا كثير على المحاضرة واللكشة، كثير حلوة، أنا شخصيا كثير استفدت الحمد لله. بداية الحديث كنت عم بتفرقنا أو بتعطينا الفرق بين الفصاحة والبلاغة، بس أنا مثلا عم بفكر فيها كنت إنه أي أشمل، إنه مثلا هم أكيد كل شيء له معنى أو نعم. بيوضح صورة نعم. بطريقة مختلفة، بس قصدي نطلع على إنه الفصاحة أو البلاغة أيا منهما بتكون أشمل. نعم، تعريف الأهل البلاغة أن البلاغة أشمل من الفصاحة. لماذا؟ لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني ينبغي أن يكون الكلام فصيح، هذا شرط من شروط البلاغة. لكن مثلا لو كان الكلام ملوش معنى فنقول مثلا إيش؟ طريق، سقف، أرض، هذه كلمات فصيحة، لكن إيش معناها؟ لما تحطها في جملة واحدة ليست هذه جملة ماشي. إذن ينبغي أن يطابق الكلام الحال بألفاظ فصيحة. لكن لو أني قلت مثلا: قاتلت العدو بالخنشليل، أي قاتلت العدو بالسيف ماشي، تقول آه بس هذا الكلام ليس بليغا. أقول لك: ليش؟ ما أنا بتكلم على قتل العدو بالسيف. تقول آه لأن كلمة خنشليل ليست فصيحة. إذن ينبغي أن يكون الكلام فصيح ويؤدي للمعنى المراد منه حتى يعد بليغا. ولذلك العرب تقول: لا يمكن أن نسمي إنسان بليغ، ما فيش حاجة اسمها إنسان شخص بليغ، لكن فيش حاجة اسمها شخص فصيح. يبقى فصيح يعني كلامه واضح وسهل ومفهوم، أما بليغ ده الكلام اللي بليغ مش الإنسان اللي بليغ. نعم، فالبلاغة أوسع من الفصاح. نعم، حياك الله. يعطيك العافية دكتور، وإياكم معك. تصديقاً للي تفضلت فيه أنه بجبل لبنان بعنا لحد هلأ كلمة نصوت من أولى لحدا يسكت، نقول نصوت يعني نعم. سكوت،
فبعدها حيي باللهجة العامية. ولكن سؤالي هو على يعني مدى دور القرآن في حفظ الكلام واستساغته حاليا، يعني مثل ما بيقولوا بنحط العربية قدام الحصان ولا الحصان قدام العربية. سؤال رائع جدا 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 عن دور القرآن في حفظ اللغة. نعم، وفي استساغة اللفظ، يعني ما نعتبره اليوم يعني فصيحا، دور القرآن في اعتبار الكلمة فصيحة أو نستهجنها لأنها لم يحفظها لنا القرآن. جميل، سؤال رائع جدا جدا جدا. الآن نحن في زمن لما نستمع فيه للناس وما يعتبرونه في الأشياء السائدة بين الناس، تجد أذواق الناس قد اختلفت، ماشي، الأذواق الذوق العام قد اختلف. فتجد مثلا ناس تستمع الأغاني يقول لك بحبك يا حمار، وبوس الواوة، والعنب العنب العنب. فهل هؤلاء الناس هم من نسألهم عن فصيح الكلام وبليغه ومن يستمعون لهم ويقدرون هذا الكلام؟ لا. إذن الخلاصة أن الفصاحة والبلاغة لا يسأل عنها إلا المتمكنون من اللغة، أهل اللغة، أهل العلم، ماشي. وهؤلاء لديهم ملكة من اللغة ولديهم علم بهذه اللغة وفهم وتذوق. لذلك قال أهل العلم إن الحاسة أو إن الضابط في الفصاحة والبلاغة إيش هو؟ هو الذوق. ذوق مين؟ ذوق المتمكن، ذوق الأديب، ذوق الشاعر، ذوق أهل اللغة، وليس كل إنسان. دي حاجة. حاجة ثانية، إيش دور القرآن في حفظ اللغة العربية؟ أولا، في مفهوم خاطئ عند بعض الناس، وهو أن القرآن الكريم هو الذي ضبط قواعد النحو العربي. هذا الكلام غير صحيح. النحو العربي موجود، والعرب موجودون، ولهم مئات السنين قبل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون العربية، ماشي. فلم يأتي القرآن مخالفا في نحوه وصرفه ما استقر عند العرب، ماشي، بل هو أتى على ذلك، ولكنه تفوق عليهم فيما هم كانوا قد تفوقوا فيه، ماشي. يعني مثلا ندي مثال. الله عز وجل في القرآن يقدم ويؤخر لأسباب، أما في كلام نحن العادي نقدم ونؤخر في الجملة بدون سبب. لو أنا سألت أي إنسان فقلت ما الفرق بين شرب الولد اللبن والولد شرب اللبن؟ إيش الفرق؟ طيب إيش الفرق بين اللبن شرب الولد؟ إيش الفرق؟ ولا كله زي بعضه. في الإنجليزي هي أصلا كلها جملة واحدة، شرب الولد اللبن، اللبن الولد شرب اللبن، اللبن شرب الولد، كله زي بعضه. لكن في العربية في فرق كبير جدا، لأن العربية تفترض عدة افتراضات في المخاطب. أولا، إذا كان المخاطب خالي الذهن، يعني إيش خالي الذهن؟ يعني لا يعرف، uninformed، يعني لا يعرف ماذا سأقول، إذن أخاطبه بجملة فعلية. يبقى شرب الولد اللبن تقال لإنسان ما يعرفش إن فيه شرب، ولا اللي شرب ده ولد، ولا اللي شرب هو اللبن، فأقول شرب الولد اللبن. طب أنت عارف إن كان فيه لبن وتشرب بس مش عارف مين اللي شربه، فتقول إيش؟ الولد شرب اللبن. طب أنت عارف إن كان فيه ولد وعمل حاجة وشرب حاجة بس مش عارف إنها اللبن، فتقول إيش؟ اللبن شرب الولد. إذن فاللغة العربية تقدم الأسباب. إذا كنت شاك أو منكر أو مستفسر يختلف طريقة الخطاب عما إذا كنت خالي الذهن. فالعربية فيها افتراضات، فيأتي القرآن ويقدم كل هذه الأشياء عند مخاطبة الناس، ماشي. أما في كلامنا العادي لا نفرق. إذن القرآن لم يأتي مخالفا للغة، بل القرآن أتى على ما أتى عليه الناس من كلام ثم أنه ثبته على ذلك. فيجي الناس بعدين لما تختل بقى سليقتهم وطبيعتهم وتأليفهم في الكلام وكذا وكذا، وحد عايز يغير النحو. ما احنا ظهر عندنا في فترة الستينات والخمسينات والأربعينات جماعة قالوا ايش فايدة النحو العربي؟ طب ما نتكلم بالعامية وخلص الموضوع، ونسقط التفرقة بين الذكر والأنثى في الكلام. بدل ما بنقول مثلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، نخليها والذين يئسوا. طب كيف يعني؟ يعني أصبحنا حتى الآن في زمن نغير المذكر للمؤنث والمؤنث المذكر، تفسد اللغة وتفسد الطبائع، ماشي. هذا ممكن عندك أنت النقاش الدائر حاليا عن في الغرب عن الضمائر واستعمال الضمائر للأشخاص وكذا وكذا. هذا العربي العربية كلغة، مش كبشر، مش العربية، لا، العربية كلغة ترفضه. ليه؟
لأن أنت عندك في اللغة العربية الجنس تترجمه سكس أو جندر، مش كده؟ ما عندناش كلمتين في العربية، هي كلمة واحدة، فعندنا الذكر والأنثى بس كده. فاللغة العربية من حيث هي اللغة الكلام فيها يخاطب فيه الذكر والأنثى، لا يخاطب فيه غير ذلك. فأتى القرآن على ذلك، فأنت الآن تريد أن تغير الضمائر وتغير اللغة، لا يمكن. لماذا؟ ثبتها القرآن. لما تنظر في التاريخ الأوروبي تجد أن اللغة اللاتينية كانت تدعم الكتاب المقدس دعما شديدا، ماشي؟ فالمسيحية سيطرت واللغة اللاتينية سيطرت أيضا، ماشي؟ طب لما قامت الثورة الصناعية وثار الناس على الدين وكذا وكذا وتخلت اللاتينية عن الكتاب المقدس، إيش اللي حصل؟ انتهى هذا الموضوع من ناحية دينية. أما العربية هي اللغة الوحيدة القائمة التي يدعمها كتاب مقدس إلى يومنا هذا. إذا أردت أن تقضي على اللغة العربية تعمل إيش الأول؟ تقضي على القرآن الأول، ولا تستطيع. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما أنزل التوراة والإنجيل استحفظ تلك الأمم على توراتهم وإنجيلهم، قال بما استحفظوا من كتاب الله. أما لما أنزل القرآن ماذا قال؟ قال إنا، تذكروا الجمع، لما ربنا يتكلم بالجمع عن نفسه جمع العظمة، إنا نحن نزلنا ها الذكرى وإنا له لحافظون، بالجمع أيضا. إذا القضاء على هذه على اللغة يأتي بالقضاء على القرآن، ولا يكون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره إيش الكافرون. نعم، إذا فاللغة مهمة والحديث بها مهم جدا، لكن الحفاظ عليها مع الأسف ليس مش إحنا اللي بنحافظ عليها. في بعض الناس يقول لك إيش أنا حافظ القرآن، الحقيقة أنت مش حافظ القرآن، القرآن اللي بيحفظك، ولذلك من المهم جدا أن نظر القرآن بهذه الطريقة. نعم، حياك الله. سؤال أخير للدكتور أحمد.